النهاردة وزير التجارة والصناعة طلع قرار بتحديد شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية لاستيراد السلع الزراعية الاستراتيجية، وبنتكلم على القمح والذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف، والحصول على الموافقة هيجي من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات. كمان الوزير عمل مباحثات مع وزير الزراعة اللبناني لبحث آفاق التعاون المشترك ما بين البلدين في مجال الزراعة والتجارة وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمار المشترك ما بين مصر ولبنان. في زيارة تستغرق 3 أيام تهدف لبحث حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان، التقى وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بهدف بحث زيادة التبادل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. يعني نوع من التكامل الاقتصادي والتجاري والاجتماعي، وأيضا التفاهم والتعاون التكامل السياسي إذا ما صح القول. الوزير اللبناني والوفد المرافق له التقوا مع عدد من المسؤولين المصريين، لا سيما وزير الزراعة المصري، بهدف فتح أسواق جديدة في مجالات تصدير الحاصلات الزراعية ودفع عجلة الاقتصاد بين البلدين. المباحثات برضو أقدر أقول متوافقة في كل النقاط، وكل النقاط تم حلها لأنه الهدف واحد. حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ نحو 1 مليار دولار سنويا في المجالات الزراعية والكيماوية والمنسوجات والأثاث، وتهدف مصر لزيادة هذا التعاون الاقتصادي مع لبنان بما يدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام. تعاون وثيق بين مصر ولبنان يهدف لزيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين بشكل يحقق مصالح الشعبين في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات سياسية واقتصادية أثرت بشكل ملحوظ على دول المنطقة. محمد رياض، الحال اليوم.